من عناوين النشرة إلى تفاصيلها، أهلا بكم. ضمن خارطة الحلول البديلة، أعلن رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي انطلاق تفاهمات مختلفة بعد استقالة نواب الكتلة الصدرية، مشيرا إلى أن الانسداد السياسي لن يستمر في المرحلة المقبلة. وقال في مؤتمر صحفي مع نظيره الأردني عبد الكريم الدغمي أن بدلاء نواب الكتلة الصدرية سيكونون من الخاسرين الأعلى أصواتا في الدائرة الانتخابية، وأن عضوية أي نائب في البرلمان تنتهي بتقديم الاستقالة، ما يقطع الطريق أمام الجدل السياسي والقانوني الذي أثارته الاستقالة. وأظهر المهتمون بالشأن العراقي اهتماما خاصا بتأكيد الحلبوسي عدم استمرار الانسداد السياسي في المرحلة المقبلة، لأنه يكشف عن تفاهمات مع البيت السياسي الشيعي على تقديم تنازلات بمستوى حساسية الظرف لاستبدال الكتلة الأكبر بالتمديد للحكومة الحالية، مع تعديل وزاري يقربها من شكل الحكومة المنتخبة لحفظ توازن جميع المواقف. بسم الله الرحمن الرحيم. بدعوة كريمة من الأخ رئيس مجلس النواب الأردني، تشرفنا هذا اليوم بزيارة أشقانا في المملكة الأردنية الهاشمية على رأس وفد نيابي من رؤساء القوى السياسية في مجلس النواب العراقي. أكيد هنالك تأثير سياسي. الكتلة الصدرية هي الكتلة التي حققت المقاعد الأعلى في انتخابات مجلس النواب لعام 2021 وحققت 73 مقعد. وجود الكتلة الصدرية في العملية السياسية مهم. ارتأت الكتلة الصدرية وقيادتها سمعت السيد مقتدى الصدر على أن يكون أول المضحين بترك خيارات تشكيل الحكومة وأيضا المشاركة في مجلس النواب العراقي للقوى السياسية الأخرى. حسب ما تداولت معه هو منذ الخطوة الأولى يؤمن بالأغلبية والمعارضة، وكان خياراته يا أما أن نكون في الأغلبية ككتلة صدرية أو نكون في المعارضة. خيار الأخير كان الذهاب إلى المعارضة. سنبقى كقوة سياسية نتواصل مع الكتلة الصدرية. الكتلة الصدرية لها جمهورها ولها مؤيديها، وهذا انعكس بشكل واضح في الانتخابات. أما ما يتعلق بالبدلاء فالإجراءات ستمضي بالإجراءات القانونية حسب قانون الانتخابات، وحسب آليات العمل النيابي البدلاء سيكونون هم الخاسر الأعلى في كل دائرة انتخابية، يعوضون بدل من السيدات والسادة النواب الكتلة الصدرية الذين استقالوا.